بسم الله الهادي للحق وعليه توكلنا. هذه سيداتي وسادتي حلقة جديدة من برنامج مواجهات، يسعدني فيها أن أستضيف المفكر الإسلامي الدكتور حلمي القاعود. والحق أنني لا أعرف كيف يمكن أن أواجه هذا الرجل الذي يواجه الجميع. إنه لم يترك أحدا في مصر أو خارجها لم يشتبك معه. واعذرني يا سيدي، فهذا الرجل يخوض حربا متصلة منذ 30 سنة أو يكاد، إلى حد أن كتاباته توصف دائما بأنها كتابات تصادمية، وربما وصف هو نفسه بسبب هذه الكتابات بأنه متطرف إن لم يكن من غلاة المتطرفين. وقد خاض معارك لا قبل له بها، فقد وقف ضد الرئيس الراحل أنور السادات حين عقد صلحا مع العدو، ثم وقف ضده حين أصدر قانونا ينظم الأحوال الشخصية بين الأزواج في مصر، وهو يخوض الآن حربا ضد بعض توجهات الأزهر، وله مساجلات مشهودة مع الدكتور سيد طنطاوي، وخاض معركة مريرة مع وزير التربية والتعليم، ولم يجد الوزير بدا من الالتقاء به والاستماع إليه، ثم هو يخوض الآن معركة أخرى مع الناصريين ومع التنويريين ومع الحداثيين ومع من يسميهم بدعاة ثقافة التبعية. وقد تمخضت معاركه هذه في السياسة والإسلاميات وفي الأدب والنقد وفي الثقافة والإعلام، تمخضت عن أكثر من 30 كتابا نشرت بين القاهرة والرياض ودمشق وتونس وعمان. وأنا حين أقرأ هذه الكتب يلفت نظري كتابين خطيرين أصدرهما الدكتور القاعود، هما هتلر الشرق الذي صدر في القاهرة عام 1990، وجاهلية صدام وزلزال الخليج الذي صدر في الرياض عام 1991. لقد كان هذا الرجل، وأرجو أن تنتبهوا إليه، كان هذا الرجل هو أول من نبه إلى أن صدام حسين سوف يحتل الكويت، ونشر هذه النبوءة بصراحة ووضوح في مجلة الاعتصام، ولم يصدق البعض يومئذ أن حاكم العراق يمكن أن يقدم على هذه الجريمة، فتم منع العدد ومصادرته في بعض الدول العربية. ولكن الشفافية الإسلامية التي يتمتع بها هذا الرجل هي التي مكنته من استقراء فكر هذا الرجل قبل أن تفعل ذلك أجهزة المخابرات في العالم كله. ومن هنا بالتحديد أحب أن أبدأ هذه المواجهة مع الدكتور حلم محمد القاعود، أستاذ الأدب والبلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة طنطا. ولكنني قبل هذا أحب أن أنبه إلى أن لدينا في هذه المواجهة مداخلة مع ناقد كبير، هو الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، رئيس قسم الدراسات الأدبية والنقدية بكلية دار العلوم. في نفس الوقت أرجو من المشاهدين الكرام أن يتصلوا بنا على أرقام الهاتف الموجود أمامهم على الشاشة، أو يرسلوا إلينا بالفاكسات على الأرقام الموجودة أمامهم أيضا، ليسألوا ضيفنا الكريم حول كل الآراء التي سوف يقول بها في هذه المواجهة. والآن هل تسمح لي أن نبدأ يا سيدي؟ تفضل. أنا لا أريد أن أكون لبقا في هذه المواجهة، ولكني أريد أن أكون صريحا نفس صراحتك الموجعة. أنت توجع الناس منذ 30 سنة بمقالاتك، فأنت عنيف جدا، وما زلنا نذكر هذه المقالات الحادة التي كنت تكتبها في مجلة الاعتصام، والتي كنت تكتبها في مجلة الدعوة. وهذه وتلك كان البعض يحسبها عليك أكثر مما يحسبها لك، لأنهم يقولون أن القرآن يأمرنا بأن نجادل الناس بالتي هي أحسن، ويصف نبيه الكريم بأنه لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ما هذا العنف الضاري في كتاباتك؟ وألا ترى أن هذا الزعيق العالي قد يكون ضد العقل، ضد المنطق الهادئ المتريث الحكيم؟ وهل لو عادت الاعتصام والدعوة هل ستعود إلى نفس هذه الحدة التي تكتب بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أشكرك على حسن ظنك بي وثنائك علي، وهذا ما لا أستحقه، فأنا مجرد إنسان بسيط ولد وعاش ويعيش في الريف المصري مع أهله من الفلاحين البسطاء، يعايش آمالهم وأفكارهم وواقعهم ويشاركهم في أفراحهم وأحزانهم، وفي الوقت ذاته لا يستعلي عليهم ولا يمثل بالنسبة لهم حاجزا يصعب الوصول إليه أو التعامل معه. من هذه الناحية اسمح لي أن أقول لك إن أسئلتك ضارية وقاسية وعنيفة، وما كنت في يوم من الأيام عنيفا ولا حادا ولا ضاريا. المسألة يا سيدي ببساطة شديدة أنني أقول كلمة لا يقولها أحد، أو أزعم أن أحدا لا يقولها، ولذلك قلتها ببساطة شديدة لا أدعي فيها بطولة، وإنما تكلمت بما يمليه علي ضميري وبما يمليه علي إسلامي ومن منطلق وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنا لم أخدش حياء أحد ولم أسب أحدا ولم أسئ إلى أحد، وإنما قلت ما يمليه علي ضميري، قلت في هذه القضايا التي أعالجها ما أراه صوابا، وفي الوقت نفسه رحبت بمن يرد علي. فهل ترى أن ذلك يمثل عنفا وضراوة؟ خصومك وهم كثر يا سيدي يقولون بهذا، ليقولوا إلى حد أن بعضهم يخشى أن يواجهك، يخشى أن يأخذ ويرد عليك. يا ماذا أملك أنا لكي أخيف الناس من الرد علي ومن الكتابة علي؟ أنا لم أكن أملك إلا صفحات قليلة في مجلة متواضعة الإمكانات تصدر كل شهر، وأحيانا يتأخر الشهر إلى شهر آخر فيصدر العدد مزدوجا وبتكلفة بقروش قليلة، ليست لا أملك هذه المساحات الواسعة ولا هذه الأعمدة الطويلة، ولا أملك شيئا في صحيفة قومية تمثل قوة ضاربة وتغطي مثلا 1,200,000 قارئ، إنما أكتب في مجلة محدودة التوزيع، فإذا كان الناس يقتنعون بها فهذا من فضل الله، إذا لم يكونوا يقتنعون ويرون أنها شيئا غريبا وشيئا غير ملائم فكان أمامهم المجال واسعا. فلماذا لم يردوا؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يخيفهم من الرد؟ ضراوتك. كيف؟ كيف؟ يعني بمعنى أنت لا تحتل موقعا في مكان ولا تحتل منصبا رفيعا، ليس أنت لا تملك ما تخشى عليه، ولهذا تكتب بملء حريتك، تملك كل وسائل التفكير والتعبير، وأنت تستند إلى قاعدة إسلامية وإلى مجلات تعطيك المساحات التي تريدها وتنشر لك ما تريد. يعني يفترض أن هذه ميزة وليست عيبا وليست شيئا يعني يوجه إلي بالسوء وبالنقيصة، هو أمر أنني الحمد لله يدل على أنني بحمد الله لست خاضعا لأحد إلا لله، وإذا كنت خاضعا لله فمعنى ذلك أنني لست عميلا لأحد إلا لله. لفت نظري أنك قلت أنك لا تكتب إلا ما تعتقد أنه حق. نعم. وأنك كنت ترضي الله أولا وترضي ضميرك ثانيا في كل ما كتبت. لا بد من هذا. ولكن ألاحظ في هذا السياق أننا لا نكاد نجد شخصا أو فكرة أو مبدأ أو رأيا أو زعيما لم تختلف معه، لقد اختلفت مع جميع الناس وكأنك أنت الوحيد الذي على حق والجميع على باطل. فكيف تفسر هذا الهجوم على كل الناس من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، سياسيين وفنانين،
زعماء وغير زعماء، كيف تفسر هذا؟ سامحك الله أولا. يعني شوف، هو في أنا هاجمت أفكارا ولم أهاجم أشخاصا، لأن الشخص لا يمثل لي شيء، هو أخي وهو صديقي وهو قريبي وهو أخي في الوطنية وأخي في العقيدة وأخي في الدين، لا شخص لا يمثل لي مشكلة على الإطلاق، وإنما الذي يمثل لي مشكلة هو الفكرة. عندما تكون الفكرة مغالية وبعيدة عن مصلحة الوطن وعن مصلحة الدين وعن مصلحة الأمة، فهنا ينبغي أن أتصدى. أما قضية الأشخاص فالأشخاص إلى زوال، إلى زوال. وأنا لي كثير من الأصدقاء كما تعلم ممن يختلفون معي في الرأي والفكر والعقيدة أيضا، ونحن أصدقاء على درجة من الصداقة فيها حميمية وفيها تبادل وفيها يعني نوع من العلاقة التي تستطيع أن تسميها علاقات إنسانية وطيدة. الواقع أن هذه المفارقة تدهشني إلى حد بعيد، فقد لفت نظري مثلا منذ سنوات بعيدة أنك من أكثر الناس الذين هاجموا عبد الناصر والتجربة الناصرية هجوما ضاريا، ومع هذا ويا لدهشتي وربما يندهش معي بعض المشاهدين الكرام، هو أنك قد ارتبطت بواحد من غلاة الناصريين ومن 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 رموز الدفاع عن جمال عبد الناصر وتجربته. أنت متزوج من شقيقة الكاتب الصحفي السياسي الأستاذ حسنين كروب، وهو رمز باهر من رموز الناصرية، فكيف تهاجم عبد الناصر وتغازل الناصريين؟ كيف تهاجم التجربة الناصرية وتتزوج من شقيقة رجل وضع كتابا بعنوان عبد الناصر المفترى عليه؟ كيف تجمع المتناقضين في كف واحدة يا سيد وهما لا يجتمعان؟ دعنا أولا نتفق على شيء. عبد الناصر لم يكن شخصا قائما بذاته إنسانا، قد يكون في ذاته وقد يكون في وضعه الإنساني رجلا شريفا وعفيفا ونظيفا ورجلا وطنيا على درجة عالية من الوطنية، ولكن الذي أختلف معه هو التجربة، هو تطبيق أفكاره على المجتمع. هذه الأفكار قادتنا كما تعلم إلى هزيمة 67، ولا أستطيع أن أبرئ عبد الناصر ولا الناصرية ولا الناصريين من هذه الهزيمة. لماذا؟ لأنهم بشرونا بعصر سنذهب فيه ونطهر فلسطين من الدنس اليهودي ونعيد أهلها إليها ونحقق الوحدة العربية ونحقق الرخاء الاقتصادي ونحقق التقدم العلمي والتكنولوجي ونكون على مستوى من الحرية والديمقراطية والشورى ما نفاخر به الأمم جميعا. الحقيقة أن شيئا من ذلك لم يحدث على الإطلاق، وأنت تعلم ذلك والناس يعلمون ذلك، ويكفي أننا وصلنا إلى عام 67 بكل أحزانه وبكل آلامه وبكل آثاره التي نعاني منها حتى اليوم. نحن حتى اليوم لم تعد إلينا سيناء كاملة السيادة، وأنت تعلم ذلك جيدا. حتى اليوم كان من آثار 67 أن ارتفع العلم اليهودي على ضفة النيل وعلى مقربة منا حيث نجلس الآن. حتى اليوم ما زالت إسرائيل تعبر قناة السويس، وهو ما لم يحدث إلا بسبب احتلالها لسيناء. حتى اليوم ما زال العالم العربي تحت رحمة العدو اليهودي بسبب نكسة 67 وبسبب تصرفات من قادوا إلى هذه النكسة. ستقول لي إن عبد الحكيم عامر هو السبب، قادة الجيش هم السبب، فلان سين صاد. أنا بعتبر الرمز القائد الأول الزعيم الملهم خالد الذكر، هذا الرجل هو المسؤول عن تحطيم وطني في عام 67، وأنا لا أبرئه من هذه المسؤولية لأنه هو المسؤول الأول. قد يكون هناك مسؤولون آخرون وقد يكون المجتمع نفسه مسؤولا عن هذا، ولكن هذا الرجل مسؤول عن ذلك. ترك المواجهة مع العدو اليهودي وحارب في اليمن سنوات عجاف،
أكلت الحرث والنسل. هل تعلم أن حرب اليمن هي الحرب الوحيدة التي لا يوجد فيها مصابون ولا معاقون؟ أين ذهبوا؟ وهذه نقطة أريد أن يؤصل لها مؤرخو تلك الحرب. لماذا ذهبنا إلى اليمن؟ كنت أتصور أن نذهب إلى اليمن ونحن معنا مستشفيات ومدارس ومؤسسات ثقافية لتخرج اليمن من الظلمات إلى النور. أما أن أذهب إليهم بجيش نظامي يقاتل عصابات في قلب الجبال تقتل أبناءنا الذين يذهبون ولا يعودون، فهذه مسألة. ضيعنا أرصدتنا المالية وضيعنا. بعض الناس يقول إن حرب اليمن أتت لنا حررت الخليج الجنوبي العربي اللي هو كان اسمه اليمن الجنوبي، وهذه مقولة غريبة جدا. أنا بتصور إن اليمن الجنوبي انتقل من احتلال انجليزي الى احتلال شيوعي على يد الشيوعيين والجبهة الشعبية التي حكمت اليمن الجنوبي حكما أسوأ من حكم الانجليز، افقره وضيعه وعاد به الى الخلف سنوات طويلة. اذا حرب اليمن لم تكن ضرورة ولم يكن لها، فليكن النظام في اليمن جمهورية، فليكن ملكية، ماذا يعنينا؟ ماذا يعني؟ ثم لماذا أذهب إلى الكونغو وأحارب هنا؟ ثم لماذا أذهب إلى السودان؟ لماذا أذهب وأحارب في الجزائر؟ لماذا أشغل نفسي بقضايا أخرى غير قضايا وطني الذي يحتاج إلى كل قرش حتى تأتي 67 وتكون القاصمة الفاصلة؟ هنا نجد أننا مع منهج لا بد أن نقاومه، منهج منعني من الحرية، منهج منعني من أن أشارك في بناء وطني مشاركة حقيقية، منهج جعل الموالي للسلطة جاسوسا على بقية الشعب. هذا كله أنا لا بد أن أقف ضده. ستقول لي علمك، شكرا له، وعينك، وعينك، شكرا له، وأعطاك الدكتوراه، وأعطاك الدكتوراه، شكرا له، وأصبحت أستاذا في الجامعة، وأصبحت أستاذا في الجامعة، شكرا له. هذا واجب الدولة، وواجب على أي دولة أن تحقق ذلك لبنيها، ولا تمن عليهم بشيء، لأن الناس هي التي تدفع الضرائب، ولأن الناس هي التي تنفق، ولأن الناس هي التي تبذل، وهي التي تقيم السد العالي، وهي التي تبني الجيش، وهي التي تصنع كل شيء. الحاكم في المشروع الإسلامي أجير عند الشعب. ولعلك تضحك إذا علمت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما بويع للخلافة مر عليه بعض الصحابة فوجدوه في السوق يبيع ويشتري، كان يتاجر في الحرير، فقالوا له أتترك شؤون المسلمين وتتاجر وتبيع؟ قال له وأولادي من أين يأكلون؟ قالوا له نضع لك مرتبا وخادما أو عبدا وثوبا للشتاء وثوبا للصيف، وأنا معذرة أتكلم بلغة مبسطة لكي يفهم معي جمهور المشاهدين. هذا من أجل ماذا؟ من أجل ألا ينشغل بشيء. وقالوا له أنت أجير عندنا، إذا ترد لنا كسوة الصيف تأخذ كسوة الشتاء، إذا مت يقول العبد وما ترث إلى بيت المال. إذن الحاكم في المفهوم الإسلامي ليس صاحب فضل على الشعب، وإنما الشعب هو صاحب الفضل عليه. ومن ذلك أنا أرى أن الرئيس عبد الناصر كانت أمانيه جيدة وكانت أدبياته رائعة، ولعلك تضحك من هذه المفارقة الأهم أنني كنت ممن يحفظون خطبه وما يقوله في تصريحاته، بل حفظت الميثاق. تذكر الميثاق؟ طبعا، الميثاق الذي سرق. لم تكن وحدك الذي يحفظه. لقد حفظته لأني تصورت أن بلدي ستتمتع بكل شيء، ولكن بلدي حرمت من كل شيء، ثم قهرت، ثم جاء العدو اليهودي على ضفة القناة وأخذ القدس العتيقة وأخذ الجولان بالإضافة إلى الضفة الغربية وغزة، وانطلق في كل مكان وصنع من نفسه
طرزان المنطقة العربية، يؤدبها في الوقت الذي يريد ويصنع بها ما يشاء، وهو ما نراه حتى اليوم. بعد ذلك تقول لي هذه مفارقة أو هناك تناقض. الحقيقة أنا يعني أفرق بين الفكرة الناصرية وبين الناصريين أنفسهم. أنا لي أصدقاء من مختلف الاتجاهات كما تعلم، لكن حق الاعتقاد وحق الفكر مكفول للجميع. أنت ناصري، لك ما تشاء. أنا لا أؤمن بالناصرية، لي ما أشاء. وهذا لا يمنع أن نتلاقى، لا يمنع أن نتلاقى ونتعامل وتكون هناك مصالح مشتركة بيننا. وإلا معنى ذلك أننا لو أوقفنا التعامل بين الناس معناها لن نصل إلى، سيتخاصم الناس ولن يتبادلوا المنافع وستتوقف حركة الكون، أليس كذلك؟ بدليل أننا نتعامل، المسلمين يتعاملوا مع العالم الغربي، والعالم الغربي يتعامل مع العالم الشرقي، والعالم الاشتراكي الذي كان اشتراكيا يتعامل مع إفريقيا، هكذا الناس تتبادل المنافع على اختلاف توجهاتهم واختلاف أفكارهم. هناك نقطة أريد أن أقولها لكي يعني يفهمها بعض الناس. الناصريون نوعان، صدقني وأنا أعلم أن هذا الكلام حساس. هناك ناصريون وجدوا أن الفئة التي انقلبت على عبد الناصر بعد رحيله فئة منافقة وأساءت إليه، بدليل أنها بدأت تسب عبد الناصر وترحب بالحاكم الجديد وتقدم له التحايا والتقاريز وترفعه إلى عنان السماء. النوع الأول من الناصريين أخذته الشهامة والكرامة وقال كيف كنا نؤيد عبد الناصر في حياته وننقلب عليه بعد وفاته، إن من الخيانة وعدم الأمانة أن نفعل ذلك، لابد أن نقف على وفائنا، أن نظل على وفائنا لجمال عبد الناصر مهما كلفنا ذلك، مهما كان عبد الناصر خاطئا. وهذا النوع أنا أسميه نوع بتدفعه النخوة والشهامة إلى الوفاء لرجل أفضى إلى ربه وذهب بسيئاته وحسناته وانتهى. هناك نوع آخر، وهذا النوع هو الذي يقلقني. هذا النوع هو الذي يتاجر بعبد الناصر، هو الذي يأخذ من الناصرية وسيلة وطريقة إلى الكسب وإلى الثراء وإلى الحصول على مكاسب معنوية أخرى، وهذا من أسوأ. ومعظم هؤلاء فيما أتصور ينتمون إلى ما كان يسمى بالتنظيم الطليعي الذي أسسه عبد الناصر ليحافظ على النظام، ثم عاد إلى هؤلاء، رجعوا أو قاموا بعد ذلك ليس بالحفاظ على النظام، وإنما آذوا الناس الأبرياء، حتى بعض الأقرباء آذوهم وكتبوا فيهم تقارير عصفت بهم وخلفت الكثير من الآلام والمآسي. حول هذه النقطة الخلافية لا أريد أن أتفق أو أختلف مع نقطة طال الجدل حولها، لأن بعض مشاهديك الكرام يبدو أنهم سوف يتولون هذا الأمر، ومعي مشاهد كريم الأستاذ خليل عبد الناصر من إنجلترا، فليتفضل. ألو. الحقيقة أنا اسمي الدكتور خليل محمد فاضل، مش خليل عبد الناصر. الدكتور خليل محمد فاضل، عفوا يا سيدي، تفضل يا دكتور خليل. لا ولا يهمك، أنا الحقيقة التحق بالبرنامج من نصه، يعني مش ما تبعتوش من البداية، وما تشرفتش باسم الدكتور الكريم. ضيفنا الكريم هو الدكتور حلمي محمد القاعود، المفكر الإسلامي البارز وأستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة طنطا. أهلا وسهلا، هو كلامه جميل جدا وبيجي على الجروح وبينكأها، وأهم ما قاله هو أنه يعني أنه دايما السلطة حينما تمنح الشعب شيء بتحس أنه أنت بتمن عليك بيه، يعني
هو في نقطة هنا انه مسألة النخبة السياسية في مصر وفي بلدان العالم الثالث بشكل عام بيحصل لها نوع من الريسايكلينج، نوع من التدوير، ان هي بتلف وبتدور وبترجع للسلطة. فاذا خدنا امثلة الوزراء خرجوا برا السلطة من يمكن من ايام ما قامت الثورة، فهم ما زالوا في السلطة بشكل او باخر عن طريق قنوات وعن طريق نفوذ وعن طريق علاقات، وده بيعمل نوع من الغبن ونوع من الحزن ونوع من انعدام الديمقراطية. يعذرني الدكتور القعود اذا كنت شايف في كلامه بعض الانشائية وبعض الخطابة العنترية، وان يعني مش قادر افهم او اعرف ما هو مشروعه السياسي، وليكن اذا تفضل ان يكون حديثه منهجيا واقعيا بما يلائم متطلباتنا في مصر وامكاناتنا كما ذكر في بعض من قوله. اشكر الدكتور خليل محمد فاضل، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، ويسعدني ان اتوجه بهذين السؤالين الى ضيفنا الكريم حول النخب السياسية التي تعود الى السلطة باشكال مختلفة في كل العصور. والنقطة الثانية هو إذا كنت تنقض كل الأنظمة وتنقض كل الاجتهادات، فهل لك اجتهاد خاص؟ هل لك مشروع سياسي؟ أرجو إذا تفضلت بالإجابة في دقيقة من الآن، لأن هناك فاصلا سوف يحين بعد قليل، أو نؤجل الإجابة أو جزء منها إلى ما بعد الفاصل. لا، المسألة بسيطة. أولا ما أقوله ليس إنشائيات ولا عنتريات، أنا كنت أسرد واقعا خاصا بالسؤال الذي تفضل به الأستاذ محمد بركات وتكلمت عنه بدون عنتريات وبدون إنشائيات. لكن هي قضية النخب، أنا لي موقف من النخب، لأن معظم النخب تم تدجينها وتم تحييدها على الأقل، فبدأت تغفل في سبيل مصالحها قضايا الشعب وقضايا الأمة. وأنا ليس لي مشروع سياسي ولا أحد فيما أتصور مشروع سياسي بالمعنى، لأن كلمة مشروع دي كلمة يعني أنا لا أعتقد أنها تنطبق إلا على الرسالات السماوية أو على النظريات الاقتصادية والنظريات الاجتماعية الضخمة، وأنا طبعا لا أزعم ذلك. أنا رجل مسلم أريد أن يكون عندي ويكون لدي منهج إسلامي عملي يحقق لي الحرية ويحقق لي الأمن ويحقق لي الكرامة الإنسانية ويتيح لي الفرصة أن أعمل وأن أنتج وأن أكون إنسانا صاحب موقف في المجتمع. وأنا بشكر الدكتور خليل محمد فاضل، ولعلنا نتفق معا أو نكون على اتفاق. وأنا أيضا أشكر المشاهد الكريم وأشكر كل مشاهدي الذين أرجو أن يبقوا معنا لهذه الثواني القليلة القادمة في هذا الفاصل القصير، على أن نعود إليكم مرة ثانية في هذه المواجهة مع الدكتور حلم القاعود. عصر يتحول فيه العالم إلى قرية كونية نبضها الإعلام، تنطلق إقرأ رسالة فضائية لها خصوصيتها في تشكيل الوعي الإنساني عبر مسارات طموحة، شعارها متعة الإعلام الهادف. تقوم سياسة القناة على الشمولية في الأهداف لتغطي مختلف جوانب الحياة والتنوع في المضمون والموضوعية في الخطاب، بعيداً عن أحادية الرؤية والتعصب للرأي والنقد الجارح. تتنوع برامج القناة ما بين الدينية والثقافية والاجتماعية والتربوية والوثائقية والاقتصادية، وبرامج المسابقات والأعمال الدرامية والترفيهية
البعيدة عن الإسفاف. مرة ثانية سيداتي وسادتي في هذه المواجهة مع الأستاذ الدكتور حلمي القاعود. لا أريد أن أستطرد في هذه النقطة الخلافية حول عبد الناصر والناصرية، لأن الجدل فيها قد يطول بغير طائل، ولهذا أرجو أن أنتقل إلى نقطة قد لا تبتعد عنها كثيرا. فالواقع أن عبد الناصر ليس هو وحده الذي اتخذت منه هذا الموقف الحاد، ولكنك اتخذت موقفا أقر أنك كنت فيه على حق حين تحدثت بكثير من الضراوة ولكن بكثير من الموضوعية عن صدام حسين، حتى لا يقال أنك أنت الذي تنبأت بأن صدام سوف يبتلع دولة صغيرة آمنة هي الكويت. ولك كتابين شهيرين، أحدهما بعنوان هتلر الشرق، والثاني بعنوان صدام حسين طاغية الخليج، جاهلية صدام، جاهلية صدام وزلزال الخليج. كيف استطعت أن تتنبأ بما حدث إلى حد أنك حين كتبت هذا الذي كتبته صودرت المجلة التي كتبت فيها بمنتهى الصراحة والوضوح أن صدام حسين سوف يبتلع الكويت؟ كيف قرأت هذا؟ أين وجدت هذا مع أن أجهزة المخابرات لم تلتفت إليه؟ الحقيقة أنا لا أدعي يعني عبقرية في هذا المجال، لست عبقريا ولست متنبئا كما تفضلت، ولكن هي المسألة ببساطة شديدة أني رأيت أن حرب العراق مع إيران هي حرب لصالح أعداء الدين وأعداء العرب وأعداء العراق وإيران في وقت واحد. هذه الحرب لم يكن لها ما يسوغها على الإطلاق، وإسلامنا يقول القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وتعلم أن هذه الحرب كان يؤيدها كثير من العرب، وكانوا يعدون صدام حسين التكريتي حارس البوابة الشرقية كما يقولون. وحراسة البوابة الشرقية معناها هناك كانت أدبيات ذلك الوقت تقول هناك استعمار فارسي سوف يصدر الثورة الإسلامية ويهجم على العراق ويغزو الخليج، وبالتالي لن يتوقف فسيأخذ مصر والمغرب وتكون له اليد الطولة ويعيش العرب تحت رحمة التطرف الفارسي كما كانوا يقولون. الحقيقة أنا رأيت المسألة يعني ليست كذلك، لأن الذي هيج العرب وضحك على العرب وقادهم إلى هذه الحرب الخاسرة بكل المقاييس هو أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، وعلى رأسهم الولايات الأمريكية المتحدة. وطبعا تعلم أنها شجعت الطرفين وزودت الطرفين بالسلاح والعتاد وقالت له متقاتل وتقاتل وأهلك كثيرا من النفوس وكثيرا من الفلوس. وبعض المراقبين يرى أن هذه الفلوس التي انفقت على هذه الحرب وخاصة من الجانب العربي كانت تستطيع أن تصنع عالما عربيا يشبه سويسرا في الرقي وفي الحضارة وفي الخدمات وفي المصانع وفي المزارع إلى آخره، لأن ما أنفق وهو رقم هائل ومذهل كان يمكن أن يصنع ذلك بالتأكيد، وكان يعني بطاقته أن يدفع الأمة العربية عشرات السنين إلى الأمام بدلا من أن قذف بها إلى الخلف عشرات القرون وليس عشرات السنين. هنا كنت ضد هذه الحرب وطالبت الخميني بالتنحي وطالبت صدام بالرحيل، وقلت إن صدام يصدر عن فلسفة بعثية، هذه الفلسفة البعثية عميلة للغرب ومعادية للإسلام ومعادية للعرب أجمعين، وأن صدام
لن يتوقف بعد حرب الخليج الأولى، وإنما له مطامع في الكويت، والدلائل كلها تشير من خلال الواقع الذي يعيشه الناس في ذلك الوقت، تقول إنه بعد أن توقفت حرب الخليج سوف أو بعد أن تتوقف حرب الخليج سيولي وجهه شطر العرب ليؤدبهم واحدا واحدا، وسيبدأ بالكويت. وقد صدق حدسي، وهذا من فضل الله. هذه ليست عبقرية، وهذه ليست نبوءة غير قائمة على أساس، وإنما هو توقع من سياق التكوين الفكري لحزب البعث الذي يقوده صدام، ولتكوين صدام الإجرام نفسه. والطريف في الموضوع أن المجلة عندما ذهبت إلى بعض الدول العربية صودرت وخسرت، لأن المجلة كانت ضعيفة كما تعلم ماديا، وتأثرت لذلك تأثرا واضحا. أضحك عندما أدخل أحد المساجد في بلد خليجي بعد أن احتل صدام الكويت، فأدخل أصلي وأخرج لأجد شابا يقف على باب المسجد يريد أن يعرف بجرائم صدام، فيقدم لي مجموعة من النشرات، يقدم ملفا كده لكل واحد، يعطي لكل واحد ملف. هذا الملف أجد به مقالي الذي منعت المجلة بسببه، فضحكت وقلت سبحان الله، يعني هذا أمر عجيب جدا. طيب ولماذا لم تسمحوا بها قبل أن يحتل الكويت؟ ولماذا لم تدرسوا الموضوع دراسة موضوعية وتروا وتتوقفوا وتسألوا ماذا سيفعل بنا صدام بعد أن تتوقف حرب الخليج الأولى؟ ما فعل أحد هذا، وإنما الجمهور في العالم العربي انطلق تحت عنوان حارس البوابة الشرقية وحارس اليوم ترى إن إيران الآن أصبحت قبلة لكثير من المسؤولين العرب، يذهبون إليها ويقرون ويعترفون بأن قوة إيران قوة للعرب. ما مصلحتي؟ هل المطلوب من أحاربه، إيران أم العدو اليهودي في فلسطين المحتلة؟ العدو اليهودي. وهذا ما كان يفعله. وقد قلت في أحد الفصول أو أحد الموضوعات كده، قلت لو أن صدام حارب في فلسطين وكسر العدو اليهودي لسلم له جميع الحكام العرب ليكون هو الزعيم الأوحد وهو الحاكم الأول لكل البلاد العربية. وأنا لا أغالي في ذلك، لأن كل حاكم عربي مهما كان موقفه يتمنى أن تتحرر القدس، ويتمنى أن تتحرر فلسطين، ويتمنى أن يعود الشعب الشريد إلى وطنه، ولن يبخل بالتنازل عن عرشه لصدام لو كان فعل ذلك. ولكن صدام خيب ظن الجميع ودخل في بحر الظلمات الذي لم يخرج منه حتى يومنا هذا. الغريب أنك تنطلق من منطلقات إسلامية، كثرة من النقاط يقولون الإسلاميين دائما معادون للديمقراطية والحرية ومؤيدون للديكتاتورية والاستبداد، فكيف تكون هذه هي المقولات المطروحة؟ الإسلام حجة على المسلمين وليس المسلمون حجة على الإسلام. بمعنى؟ بمعنى أنني كمسلم لا علي أنا سلوك اتفاقي ومدى اختلافي مع هذا المنهج. هل أنا مصيب وفقا للمنهج الإسلامي أم أنا مخطئ؟ ونحن في الإسلام لا نعرف قداسة لأحد إلا لله، ولا عصمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا المسألة بسيطة جدا. بعض الناس لهم أفق ضيق، هذا الأفق الضيق يسوغ الدكتاتورية، يسوغ القمع، يسوغ كذا. وهؤلاء للأسف الشديد ليسوا علماء أصلاء وليسوا مفكرين حقيقيين، ولكن المصالح أحيانا كما تعلم في كل عصر وفي كل زمان تحرك البعض.
الله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الشورى قمة الحرية في الإسلام، هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم النبي المعصوم وشاورهم في الأمر. أتفهم معنى أن النبي المعصوم يطلب منهم مشاورة أصحابه غير المعصومين؟ ألا يدلك هذا على أن الحرية منهج أصيل في الإسلام، وأن الشورى ليست لا تعطي معطيات الديمقراطية الغربية فقط، بل تعطي معطيات أكثر منها بحيث لا تشكل معارضة وسلطة، وإنما تجعل السلطة في بعض الأحيان تمثل المعارضة عندما تنتهك حرمات الله، وعندما يكون السلوك العام مخالفا للضمير الإسلامي. نحن لدينا المنهج، والقضية أن البعض يحرف هذا المنهج لهوى أو لغرض، أو دي كارثة. ولذلك أنا أرجو من إخواننا الذين لا يشاطرون المنهج الإسلامي معطياته بسبب عدم معرفته أو بسبب تقصيرهم في قراءته، أن يعاودوا قراءة المنهج الإسلامي من خلال المصدرين الأساسيين أولا، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ليروا فيها كنوزا لا تجعلنا في حالة ما يسمى بإيه في علم النفس، الإحساس بالدونية مثلا أو بكذا. نحن مطالبون بحرية الكلمة وحرية القول وحرية الفكر وحرية السلوك وحرية الإبداع في الإطار الإسلامي دون قيود ودون سدود. وأنت تعلم وقرأت وعرفت أنه اعدل يا عمر، اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. فيبتسم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له ومن لم يعدل إذا لم أعدل أنا. يغضب عمر ويصور ويريد أن يفتك بالرجل فيقول له دعه. هذا هو الخلق الإسلامي. الإسلام بيعلمنا كيف نتعامل معه. وتقف امرأة وتقول لعمر لماذا تفعل كذا وتفعل كذا، فيقول أصابت امرأة وأخطأ عمر، ويعترف. ثم يأتي له من يواجهه بالحق فيقول إنما يبكي على الحب النساء، وينفذ لصاحبه ما يريد لأنه رأى فيه حق. هذا هو منهج الإسلام، منهج الإسلام. وعلماء الإسلام كانوا يقومون بالدور الذي نسميه الآن المعارضة، كانوا يذهبون إلى الخلفاء ويتكلمون معهم في شؤون الناس والمظالم، ويشورون عليهم ويستدعيهم الخلفاء للمشورة. والبيعة في المسجد، هذه البيعة من أرقى صور التعبير عن الانتخاب وعن العملية الديمقراطية الآن. لكن ديمقراطيتنا الإسلامية ديمقراطية محكومة بالمنهج الإسلامي، يعني لا تبيح اللواط ولا تبيح الشذوذ الجنسي ولا تبيح ما حرم الله، ودي مسألة يعني معروفة. حول فكرة المعارضة هذه، يبدو لي الدكتور حلم القاعود وكأنه حزب معارضة قائم بذاته، فقد لفت نظري مثلا في أطروحاتك السياسية أنك من أوائل الذين دافعوا عن حزب الله، وما زلت تدافع عنها حتى اليوم، مع أن هناك في الساحة كثيرون يختلفون حوله. ما فكرتك بالضبط حول الدفاع عن حزب مثل حزب الله؟ يا سيدي، هناك أمة مهزومة تضرب كل يوم من العدو اليهودي في فلسطين المحتلة، وللأسف لا يواجهها أحد. الفلسطينيون الرسميون ألقوا السلاح واعتصموا بمقولات السلام الذي لم يحدث حتى الآن، ودخلوا في مفاوضات وذهبوا وشرقوا وغربوا وقالوا كلاما كثيرا، ووقعوا اتفاقيات كانوا فيها مظلومين للغاية، ولكنها لم تتحقق حتى اليوم. يأتي حزب الله برجال قلائل يؤمنون بالشهادة، ويؤمنون بأنهم إذا ماتوا لن يذهبوا هدرا، ولكن سيكونون
أحياء عند ربهم يرزقون، يضحون بأنفسهم في الوقت الذي تلهو فيه الأمة بمقولات السلام أو بمباريات كرة القدم أو بأخبار الفنون والأغاني والسينما وغيرها. يأتي هؤلاء الفتية وهؤلاء الشباب ليقولوا للعالم كله إن الأمة الإسلامية لم تموت، الأمة الإسلامية ما زالت حية وما زالت تقاتل وما زالت تدافع عن نفسها. وفي الوقت نفسه ينزلون بالعدو خسائر لم تكن متوقعة من أمثاله، ويخر زعماء اليهود على أزقانهم أو إلى أزقانهم حزنا وأسفا وقهرا وغيظا مما يجري. استخدموا السلاح الجوي، الدبابات، المدرعات، القنابل، الغازات، وهذا كله لم يغير حزب الله. يأتي بعد ذلك من يقول هذا عميل لإيران، هذا عميل لكذا، هذا الحزب عميل لكذا. وليكن عميلا لإيران، ماذا في ذلك؟ ومن يرضى أن يكون عميلا ليذهب ويلقى حتفه أو يتأكد أنه ذاهب ليلقى حتفه؟ لو أعطيتك كنوز الأرض لتقتل نفسك أو لتذهب في مكان تعلم أنك ستقتل فيه، هل ترضى؟ وإذا رضيت أنت سيرضى العشرات بل المئات من الذين استشهدوا على أرض لبنان من حزب الله؟ دعونا نكون منطقيين ودعونا نكون عقلانيين لنفسر المسألة تفسيرا موضوعيا، بلاش الفكرة الإسلامية، خليها فكرة موضوعية. اليوم إسرائيل تريد أن تخرج من جنوب لبنان بشرط ضمانات، وقد طالبت ألا تخرج إسرائيل إلا بشروط، لكن هذه المرة اللي تكون الشروط من حزب الله، بمعنى أن يعود اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على الأقل إلى فلسطين، أن يفرج عن جميع الأسرى والمسجونين سواء لبنانيين أو فلسطينيين، أن يكف الطيران اليهودي عن التحليق فوق أرض لبنان، أن تكون شروط معتعينة. وأنا نشرت هذا الكلام لأن المعادلة تغيرت، لأن حزب الله الذي يتهم بالعمالة لإيران غير المعادلة ورفع رأس الأمة شئنا أم أبينا. فلماذا أصر على أن حزب الله عميل؟ هذا هو السؤال. يعني أنت تطالب أن نكون موضوعيين. نعم. وعقلانيين. أريد هذا. القضايا الكبرى هذا. القضايا الكبرى مثل قضية الأمة الإسلامية أو قضية الوطن العربي أو قضية فلسطين المحتلة لا تحل بحلول فردية أو ببطولات عنترية شخصية، ولكنها تحل من خلال عمل منظم طويل ودؤوب تقوم به الأمة كلها. هو المقاومة. وأخشى هو المقاومة. هو المقاومة الشعبية. وأخشى أن يقوم فرد من هنا وفرد من هناك بإفساد عمل كبير في ظل بطولات فردية لا تقدم ولا تؤخر. هي ليست فردية. إنما هم مجموعات من الشباب يحاربون على أرضهم ويحققون مكاسب للأمة الإسلامية. فلماذا ترفض ذلك؟ يعني حين تصل ما الذي يضيعونه؟ ما هو العمل الذي يضيعونه؟ إنهم لا يضيعون شيئا. هم يضيعون حياتهم في سبيل الأمة، ولكنهم في المقابل ينزلون بالعدو خسائر نفسية ليست هين بمقياسه هو. والعدو لا يفهم إلا هذه اللغة، لغة القوة. إياك أن تفهم أن هذه المائدة التي نجلس عليها لنتفاوض أنا وخصمي معزولة عن الواقع على الأرض. هي تعكس هذا الواقع على الأرض، هو الذي يحتم هذا بقدر قوتك على الأرض أعطيك. والعدو لا يفهم إلى لغة واحدة هي لغة القوة، يقيسها هكذا. إلى أي مدى أنت قوي؟ إلى أي مدى يمكن أن 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 تهزه؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني هل انفجار حافلة أو مقتل جندي أو إصابة مجموعة، هل هذا يمكن أن يغير من الصورة العامة للصراع؟ الصراع طويل وممتد وعميق بعمق التاريخ، وهو يحتاج إلى جهود أمة بأسرها، والأعمال الفردية قد تكون فيها مسحة من البطولة،
ولكنها تبقى في النهاية بطولة فردية لا تقدم ولا تؤخر. المطلوب عمل منظم تحتشد فيه الأمة كلها. أما الأعمال الفردية فقد ترضي الناس في الشارع، ترضي العامة، ولكنها لا تحقق شيئا حقيقيا في سياق الصراع. يا أخي الكريم اسمح لي أن أقول لك، حزب الله بدأ بمجموعة قليلة جدا، اليوم هذه المجموعة القليلة تكاثرت وأصبحت قوة لا بأس بها، وأتصور أن الغد سيأتي بقوة أكثر لهذه المجموعة وستزداد قوة وعددا وعدة، وستشكل مأزقا حقيقيا للعدو اليهودي في فلسطين المحتلة. والفكرة تبدأ بشخص، والقضية ليست ضرب حافلة ولا ضرب فرد ولا كذا، وإنما هم يقاتلون قتالا حقيقيا ضد العدو اليهودي. هذا هو ما يفعله حزب الله. هم لا يذهبون إلى أوتوبيس ويفجرونه في مكان آمن، إنما هم يحاربون على أرضهم المحتلة، يحاربون عدوا يقف فوق أرضهم، وهذا العدو ينبغي ألا يستريح على هذه الأرض حتى يأذن الله بتكوين القوى المنظمة التي تتحدث عنها. متى تحدث هذا في علم الله، ولكن هؤلاء يشيرون إلى أن الأمة ينبغي أن تعلن عن حيويتها باستمرار، وألا يتسرب اليأس إلى النفوس ويقال إن الأمة قد ماتت. الحكومات الآن أخذت موقفا من العدو اليهودي، هو موقف الصمت، الصمت العسكري أقصد، لكن الشعوب لو أتيحت لها الفرصة ستصنع الكثير. حول هذا العدو الغشوم البغيض الذي تكرهه ونكرهه كما تكرهه وربما أكثر، يعجبني جدا موقفك الخاص بالكتاب الذي طرحته عن الصلح الأسود، وتعني به ذلك الصلح الذي يسمى في الأدبيات السياسية بكامب ديفيد. لقد عانيت معاناة طويلة بسبب موقفك الإسلامي من معاهدة كامب ديفيد، ولكني أرجو قبل أن أسمع منك إجابة حول هذه الأطروحة أن تؤجل الإجابة للحظات إلى أن أتلقى هذا الاتصال الهاتفي، ولك كل الفضل. تفضل. تفضل. ألو. 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 أيوة. ألو. ممكن نتكلم للاستوديو الله يخليك لو سمحت. أهلا وسهلا، تفضل. طيب خلينا نقدر نتكلم الأستاذ عبد الحي الشرقي. اسم حضرتك؟ انا خديتك اسمي شجاع الخالد من الرياض يا اخي، وحطيت رقم التليفون. شجاع من الرياض، تفضل بالسؤال يا استاذ. الله يرضى عليك. تفضل بالسؤال. نعم. تفضل بالسؤال. انا بسال عبد العزيز الشرقي. طيب اقدر اساله ولا ما اساله؟ الو. ايوه ضيفنا. يا اخي انت تطيل المكالمه عشان ايش؟ اقدر اكلمه ولا ما اقدر اكلمه؟ هنا السؤال بس. تفضل يا أستاذ. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور حلم القاعود، هل لك سؤال؟ نعم. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور حلم القاعود، هل لك سؤال؟ يا أخي لو سمحت ممكن تكلم يا أخي، ليش تطول المكالمة عشان تحسب علي زيادة ليش؟ ألو. يبدو أن الاتصال قد توقف لسبب فني، ولكن معنا اتصال آخر، هل تأذن لنا به؟ تفضل. تفضل. الو. الاستاذ احمد سعد من المملكه العربيه السعوديه، تفضل يا استاذ احمد. انا اسمع، كان بس انا ابغى الاستاذ علي داود، انا ما طلبت الارتي هذه، اتكلم عن القرار. الو. عفوا، يبدو ان الاتصالات لا تتم بالشكل المطلوب. كنا قد توقفنا عند النقطه التي عرضت فيها الرئيس الراحل انور السادات، واصدرت فيها موقفا حادا جدا تحت عنوان الصلح الأسود. ماذا كانت رؤيتك حول هذا الموضوع بالضبط، وهو الذي سجل لك موقفا يحسب لك ولكنك لاقيت بسببه عنة طويلا؟
عفوا، يعني هو القضية أبسط من هذا بكثير. يعني الموقفي أو موقف الإسلاميين هو موقف كل الوطنيين في العالم العربي. كثير من الأمة العربية عارضت هذا الوضع لأسباب موضوعية للغاية. هذه الأسباب تحدث عنها الناس كثيرا، وتحدثت عنها أيضا، لأنها تعطي للعدو مكاسب دون مقابل في حقيقة الأمر، ودون تنازل منه كما يدعي، لأنه يدعي أنه يتنازل. العدو دائما يدعي أنه يتنازل، يقول أنا أعطيتكم سيناء، كأن سيناء كانت ضمن ممتلكاته وإرسه ويحملها في جيبه فأعطاها لنا، بدلا من أن يعني يدفع تعويضا ويؤدب وتوقع عليه عقوبات نتيجة عدوانه علينا. والحقيقة أن حرب 73 كانت حربا عظيمة وحربا مجيدة بكل المقاييس، وكان لي شرف المشاركة فيها، وللأسف الشديد. هل كنت مقاتلا في هذه الحرب؟ يعني كنت واحدا من ضمن عشرات الألوف الذين انتظموا في القوات المسلحة في هذه المرحلة. وفي حقيقة الأمر الرئيس السادات كان يستطيع حتى بالمعايير المادية الصرفة، لو فاوض بشيء من الصبر وبشيء من الإعداد الجيد وبشيء من المشاورة لأهل هذا الوطن ولزعماء الأمة العربية قبل أن يذهب إلى هناك، كان يستطيع أن يصل إلى مستوى أفضل مما وصل إليه. ولكن للأسف الشديد كل توقعاتنا بالنسبة للمعاهدة ونتائجها تحققت بعد 20 عاما. ما زال العدو هو العدو، وما زال يصفنا بقوله أعداؤنا الجنوبيون، يقصد مصر، وما زال يراوغ وما زال يناوغ وما زال يعتقد أن من حقه أن يقول الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يسلم إلا بما يرضى به، وهو لن يرضى بشيء أكثر من أن نكون أمة من الرعاع تأتمر بأمره وتنساق لإرادته وتهرول وراءه. وأعتقد أن المستقبل لن يحقق له ذلك بفضل الله، لأن الأمة كما قلت لك حية ومليئة بالمشاعر المخلصة ومليئة بالمخلصين، ولن يضيرها ما يجري على في الحفلات الرسمية والتوقيعات وغير ذلك. هم الذين يقولون الآن بعد 20 عاما من توقيع كامب ديفيد أننا أعداءهم، أننا أعداءهم، لم نقل نحن ذلك، وإنما هم الذين قالوا على لسان السفاح نتنياهو. فهذا هو ما. ولكن ألا ترى، ولكن ألا ترى يا سيدي، نعم، واعذرني في هذه المداخلة، لا تفضل، أنك تقول الحكمة بأثر رجعي. حين كان عبد الناصر يعيش كنت تحفظ الميثاق، وبعد أن مات كنا نصدق، وبعد أن هزم أصبحت تنقضه بعد الهزيمة. لا. وأنت الآن تنقض صدام حسين بعد أن هزم، وأنت الآن تنقض أنور السادات بعد أن تم توقيع الاتفاقية. يعني البعض يقول أن هذه هي حكمة الأكاديميين الجالسين في البرج العاجي، وهي حكمة بأثر رجعي، بينما من يضع يده في النار بالفعل ويكون في قلب المعركة بالفعل لا يستطيع أن يحكم على الأشياء بهذا العقل المجرد الهادئ البارئ. فماذا تقول في دقيقة يا سيدي إلى أن يأتي هذا الفاصل؟ يا سيدي لهذا الأمر لا يحتاج إلى دقيقة واحدة، وإنما يحتاج إلى دقائق، لأنك يعني ظلمتني الآن ظلما بينا وفادحا. لا، أنا أقول ما قد يقول به البعض. أنا في عهد عبد الناصر كنت شغوفا وفرحا بما يقال، لأننا لم نكن نسمع إلا هو، لم نكن نسمع إلا خطبه ومقالات من يتحدثون باسمه، ثم صدقنا كل شيء، حتى فجعتنا الفجيعة في 67
فرأينا المسألة على حقيقتها وعلى طبيعتها، انكشف كل شيء. أما في عهد الرئيس المغفور له الرئيس أنور السادات، فقد قلت رأيي في حياتي ولم أقله بعد مماتي. لقد كنت أكتب في الدعوة وفي الاعتصام وفي غيرهما من المجلات رأيي بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح فيما يجري، وأظنه قد علق على بعض هذه المقالات دون أن يذكر اسمي، لأنها كانت تتصدر الغلاف كموضوع رئيسي في مجلة الدعوة. هذا يعني ليس تناقضا، وصدام تكلمت عنه والناس كلها تؤيده، كان كل كتاب مصر على الأقل يذهبون إلى صدام وفي مؤتمراته ومناسباته، حتى المؤتمر الأدبي المربي كانوا يذهبون إليه ويؤيدونه، وقد دعاني ولم أذهب. فكيف تقول لي أنك قلت هذا بعد كذا؟ والله خيرا فعلت أنك لم تذهب، فهذا مما يحسب لك. ولكني بمناسبة مهرجان المربد أريد أن أنتقل من هذا المحور في السياسة وفي الحديث عن الزعماء والأفكار السياسية إلى محور آخر لعله أقرب إليك من أي محور ثان، وهذا هو محور الأدب والفن والفكر والنقد، فلعلنا نبدأ هذا المحور الجديد بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. أرجو أن تبقوا معنا وسنعود إليكم بعد لحظات. إيمانا من قناة إقرأ الفضائية بالرأي والرأي الآخر، والتزاما بفقه التواصي بين المؤمنين، يسر قناة إقرأ الفضائية أن تستقبل آراء مشاهديها وملاحظاتهم على الخط الهاتفي المفتوح 00939-0863-49-70-90. اتصل الآن وعبر عن كل ما تريده من قناتك قناة إقرأ الفضائية. الخط المفتوح يستقبل مكالماتك على مدار الساعة، فلا تتأخر في إسداء النصح والتوجيه. الخط المفتوح محاولة لتكريس تقليد جديد في الإعلام العربي، ودعوة للمشاركة البناءة في صناعة إعلام إسلامي متميز. نحن بانتظاركم على مدار الساعة على الخط المفتوح 00939-0863-49-70-90 عبر قناتكم قناة إقرأ الفضائية، ورحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا. مرة ثانية سيداتي وسادتي في هذه المواجهة مع المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور حلمي القاعود. أرجو أن أبدأ مع ضيفي الكريم في هذا الجزء من هذه المواجهة، حيث ننتقل من ميدان السياسة وهو ميدان شائك لا نصل فيه إلى نتائج أبدا، إلى ميدان آخر لعلنا نصل فيه إلى نتائج حاسمة. ويسرني أن أبدأ هذا المحور الجديد من هذه المواجهة مع ضيفنا الكريم بمداخلة من الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، رئيس قسم الدراسات الأدبية والنقدية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. فليتفضل الأستاذ الدكتور بهذه المواجهة المداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب في البداية أن أحيي الزميل الكريم والأخ العزيز الأستاذ الدكتور حلمي القاعود، لأنه من بقية السلف الصالح الذين يسهرون على حماية هذه اللغة وآدابها، ولأن فيه غيرة محمودة نفتقدها في كثير من الكتابات التي نراها في الساحة الآن، وهو رجل صاحب قلم وصاحب بيان، وله موقف يحمد له مهما كنا على اختلاف معه، لأن الاختلاف هو الأصل أولا قبل الاتفاق، والخلاف يكون دائما محمودا إذا كان موضوعيا، وأحسبني أتحرى الموضوعية الآن فيما أحاول أن أناقشه في بعض المفاهيم
التي يؤمن بها، وأرجو أن يتسع صدره وهو متسع بالفعل لمثل هذه المناقشات والملاحظات. أولا فيما يتصل بمسمى الأدب الإسلامي، نحن جميعا مسلمون، ولكن الأدب الإسلامي مصطلح حديث ولا يزال حتى هذه اللحظة غامضا إلى حد بعيد. فهو هل هو الأدب في صدر الإسلام وبني أمية؟ هل هو الأدب الذي يتناول موضوعات إسلامية؟ هل هو الأدب الذي تتحدث به الشعوب الإسلامية أو تعالجه؟ كل هذه الأشياء من العسير ضبطها في هذا المصطلح. ولكنني أعتقد أولا وأخيرا أن الفن فن، وأن الأدب أدب، والمحك الذي لا يخطئ في ذلك هو أن الأدب أدب جيد وأدب رديء، بصرف النظر عن ديني وجنسي من يكتبه بهذا أو من يكتب هذا الأدب. فيما يتصل بالأدب الإسلامي، من الممكن أن نقع في محظور أشد، وهو أننا نوجهه وجهة وعظية أو وجهة مباشرة، وحين يوجه الأدب بهذه الصورة يكون نوعا من الالتزام ويكون نوعا من السقوط أيضا. نحن نحاول أن نربط الأدب بمفهومه الأصلي، وهو أن الفن تطهير، وإذا كان الفن تطهيرا بهذه الصفة فهو يخاطب الغرائز العليا وينقي الأحاسيس، وإذا كان الأدب يقوم بهذه الصفة فهو من هذا الجانب وبهذه الدقة وبهذا التحديد من الممكن أن يكون أدبا صالحا بصرف النظر عن كاتبه. من الممكن أيضا أن يرفض الأدب الذي يخرج على بعض هذه الأعراف والذي يجرح المشاعر النقية الفطرية الخالصة، نرفضه من وجهة نظر فنية أولا، وإذا رفضناه من وجهة نظر فنية فإننا نضربه في مقتل قبل أن نقول إنه مناف للأخلاق، مناف للدين. كل هذه الأشياء من الممكن أن يكون كاتبه بهذه الصفة ويخرج لنا لسانه ويسخر منا إذا وجهناه هذه الوجهة أو وجهنا إليه هذه النقد، لكن حين نقول إن أدبه رديء فإننا نضربه في مقتل، وأعتقد أننا بهذه الضربة نصميه إلى حد بعيد. فيما يتصل بالفن أيضا الإسلامي والأدب عموما بصفة عامة، كما قلت مسألة الشر، عندنا الشر جزء من الطبيعة الإنسانية، ولا أستطيع أن ألغيه على الإطلاق، ولا يحسن أن ألغي الشر، لأنني به أعرف الخير وأعرف الحسن وأعرف الجيد. وحين يصور الأدب الشر فإنه لا يحببني في هذا الشر، بل بالعكس يمكن أن يكون مثارا لكي أبتعد عن هذا الشر فلا أقع فيه. والفن قيمته في النهاية كما قلت هو التطهير. الرسام الذي يرسم لنا ثعبانا يلدغ لا يعني ذلك أنني أو يدعوني إلى أن أقترب من هذا الثعبان، بل إنه بالفعل هذه الصورة جيدة فقط، ولا يعني ذلك أنها حسنة من ناحية الشر أو من ناحية الخير. هذه مسألة بعيدة عما أتصور أنا. فيما يتصل مثلا بقصيدة الغزل، هل الغزل نستطيع أن نلغيه لنقول إنه مخالف ومناف للأدب الإسلامي؟ الحقيقة أن هذا كلام أرجو أن يراجع فيه الناس أنفسهم. نحن جميعا مسلمون كما قلت، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قصيدة الغزل من كعب بن زهير وأثاب عليه، والغزل الذي قدم به كعب بن زهير قصيدته من الغزل الوصفي الحسي الذي يصف السعاد في قصيدته، بانت سعاد فقلب اليوم متبوله إلى آخر هذا الكلام. الأسباب التي تتصل أيضا بالأدب المقارن، الأدب المقارن
منهج وفن ودراسة قائمة بذاتها، لكن على من يتقدم إليها أن يتقن على الأقل لغة أخرى قبل لغته الأم أو مع لغته الأم، على الأقل لغة واحدة. فإذا لم يتقن الأديب أو الباحث لغة فأولى به أن يصرف همه أولا وأخيرا إلى الأدب القومي أو الأدب الذي في لغته فقط. فيما يتصل بالورد والهالوك وهو اسم كتاب للدكتور حلمي، أنا أحييه عليه كل التحية، وإن كنت أتصور أيضا أن الحداثة التي حاربها تحارب قبل كل شيء من جهة الفن قبل أن تحارب من جهة الأخلاق أو من جهة الدين. الحداثة مفهوم خطأ في مصر وفي العالم العربي، لأنها نشأت أولا في أمريكا اللاتينية على يد الشاعر والكاتب روبن داريو سنة 1888 في نيكاراغوا، ثم انتقلت إلى إسبانيا، ومنها انتقلت إلى بلدان أخرى كثيرة. هذه الحداثة التي عندهم تحترم القواعد وتحترم الموسيقى، ولكن الحداثة التي عندنا على النقيض من ذلك تماما. فإذا خرج شاعر حداثي على القيم الأخلاقية وخرج على القيم الدينية وقال وكتب قصيدة الجسد أو قصيدة أو كلام من فارغ من هذا النوع، أو كتب حتى قصيدة النسر، فإنني أحاربه أولا من جهة الفن، لأقول إن هذا ليس أدبا جيدا وأدبا هابطا وأدبا رديئا. وإذا سقطت هذه المسألة وهي أساسية فلا تسقط كل الحجج التي يقولون بها بعد ذلك بأن ده تعبير عن الجسد وتعبير عن كذا أو تعبير عن كذا. وربما نواجه بعض الذين يقولون كلاما رديئا في الدين، ونحن ضد هذا، لأن الفن تطهير كما قلت، ولا يخدش الأعراف والتقاليد التي تعارف عليها الناس. هذه هي المسألة أولا وأخيرا. فإذا خرج الفن عن هذا الإطار أصبح غير فن أولا، أو أصبح فنا رديئا على أقل تقدير. الدكتور حلمي القاعود له كتابات كثيرة وجيدة فيما يتصل بمدرسة البيان في النقد الحديث، ومحمد عليه الصلاة والسلام في الشعر العربي الحديث، والقصائد الإسلامية الطوال، والرواية التاريخية وهي من البحوث الجيدة، وكتاب أيضا عن عبد الحليم عبد الله، والفن وتجارة الغرائز. كل هذه الأشياء تقدر من الناحية الفنية دكتور حلمي قبل أي شيء آخر. فالفن إذا تاجر بالغرائز لم يصبح فنا، لأن الغرائز نستوي فيها نحن والحيوانات، بل أحط من الحيوان في هذه الحالة، لأننا نملك عقولنا. وأعتقد أن مثل هذه النقاط لا يمكن أن تفسد للود قضية كما يقولون، لأن الود موصول ومتجدد، والتقدير أيضا موصول ومتجدد مع الأخ والعزيز الغيور دائما والثائر دائما الدكتور حلمي القاعود. يبدو أن الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد لم يترك لي الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أيوة. لم يترك لي مجالا في هذا المحور من محاور الأدب والفن لكي أطرحه عليك، فلقد ساق لنا في هذه المداخلة مجموعة من القضايا أرجو أن تتناولها واحدة واحدة. وأول القضايا هنا هي القضية التي تدافع عنها منذ سنوات طوال، وهي قضية الأدب الإسلامي. أولا يعني أشكر أخي وزميلي العزيز الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، أستاذ الأدب الأندلسي أو أستاذ الأندلسيات في كلية دار العلوم ورئيس قسم الأدب. والدكتور عبد اللطيف هو رائحة العقاد ورائحة محمود محمد شاكر ورائحة عبد العزيز الأهواني، أصالة الأصالة الأدبية والعربية والإسلامية. وأنا أحييه على مشاعره وعلى أحاسيسه الطيبة. والحقيقة نحن
في نهاية المطاف متفقان على الغايات، وإن كنا نختلف بعض الشيء بالنسبة للوسائل. القضية الأولى الخاصة بمسمى الأدب الإسلامي وعده مصطلحا غامضا. الحقيقة مسمى الأدب الإسلامي دعوة نشأت في السنوات الأخيرة لتجديد الأدب العربي مما لحقه، والأدب العربي لحقه الكثير من عملية التغريب والتصور الغربي المضاد بالضرورة للإسلام. وكل أدب لا بد أن يصدر عن فكر، هذه مسألة لا خلاف عليها فيما أتصور، وأعتقد أن الدكتور عبد الحليم يشاركني في هذا. لكنني أتفق معه أيضا أن الأدب تطهير، وأذكر مقولة للرئيس علي عزت بيجوفيتش رئيس البوسنة، هذا الرجل المجاهد، في كتاب له مشهور ووزع في مصر في السنوات الماضية، يقول فيه إن الدين هو الوجه، إن الفن هو الوجه الآخر للدين. إذن هنا لا تعارض بين الفن وبين الدين، والفن يؤدي الرسالة الدينية بطريقة معينة. ومن هنا أيضا أقول لأخي الدكتور عبد اللطيف إن الأدب الإسلامي هو مصطلح أطلقه أصحابه ليتكلموا عن ذلك الأدب الذي يعالج قضايا الإنسان من منظور إسلامي ومن تصور إسلامي. وقضية التصور هنا قضية مهمة. لماذا؟ لأن البعض كما تفضل هو يقول إن قضية الأدب الإسلامي معناها الأدب الوعظي، ومعناها أيضا تدخل الإنسان في الالتزام وتقيده، والمسألة ليست كذلك بالتأكيد. الفن حرية، والفن نقاء، والفن تطهير. لكن القضية التي يفترض أن يصدر عنها الأديب المسلم هي قضية التصور الإسلامي. الأديب الاشتراكي يصدر عن تصور اشتراكي، والأديب الوجودي يصدر عن تصور وجودي للحياة، والأديب العدمي يصدر أيضا عن تصور عدمي للحياة، وهكذا. إذن التصور هنا هو الذي يحكم العملية الإبداعية حتى ولو لم يقصد هذا الأمر قصدا، لأنه إذا تكلم فهو من خلال منظوره. بمعنى أضرب مثلا بسيطا، عندما يكتب كاتب ويحببني في طريقة الانحراف مثلا، أو يحببني في طريقة الشر، أو يحببني في السرقة، أو يحببني في القتل أو كذا، هنا بتكون المسألة في غاية الخطورة، لأن التصور الذي وراء هذا العمل لا شك مخلص للشر، ويجعلني أحب الشر بدلا من أن أحب الخير. وهنا أقول إن قضية تصوير الشر مسألة لا حرج فيها على الأديب المسلم إطلاقا. هو يصور الشر لا لنحبه، ولكن لنكرهه، وهذا هو الفارق. هذا هو الفارق بين رواية الخبز الحافي التي تقدم لنا الانحراف الجنسي والانحراف السلوكي والتهريب والمخدرات على أنها بطولة وعلى أنها شجاعة. نعم، هذا هو الفارق. وبين الطيب صالح كما قال الدكتور جلال أمين في عالم الكتب قبل أيام، الذي يصور الحياة لنأخذ موقفا منها ولنرى أبطاله يعيشون ويتحركون بمشاعر ومواقف مضادة للشر ومحبة للخير حتى لو كانت شريرة. هنا بنجد إن المفهوم الإسلامي يختلف عن المفاهيم الأخرى، وهو يصنع تصور صاحبه.
وانا اعتقد ان اخي الشاعر عبد اللطيف عبد الحليم وليس الاستاذ، انا اتكلم عنه الان كمبدع او اتحدث عنه بوصفه مبدعا، هو في شعره شاعر اسلامي حتى ولو قال غزلا، لانه لن يسف ولن يقول كلاما كما يقوله الهالوك. ومن هنا فالغزل لا تسريب عليه، الغزل قيل امام الرسول صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، متيم اثرها لم يفد مكبول، الى اخره. ويتكلم عنها في ابيات تعد من اقوى ابيات القصيده، ابيات الغزل في قصيده بانت سعاد اقوى من الابيات الاخرى. ومع ذلك استحق كعب ابن زهير صاحب القصيده ان يخلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بردته تكريما له. ومعنى ذلك أن المشكلة في مفاهيم بعض الناس ليست حجة أيضا على مفاهيم الإسلام وتصوراته. نحن عندما نتكلم عن الأدب الإسلامي لا نريد أن يكون أدبا وعظيا جافا، لأن الوعظ في حد ذاته أيضا فن لا يقدر عليه إلا من أوتي موهبة فنية. بمعنى أنت تذهب إلى خطيب جمعة تقبل عليه بكل جوارحك لأنه يتفنن في عرض الموعظة، وهناك خطيب تنتظر أن ينتهي بأقصى سرعة لأنه ثقيل وممل ورديء ويقول كلاما غير متسق وغير متناسق وغير متوازن وغير مؤدل للغرض، وأنت تريد أن تطفش منه بأي وسيلة من الوسائل. إذن الوعظ في حد ذاته فن، وهناك أدب اسمه أدب الوعظ اشتهر به كثيرون، وهو أدب راقي ويقيم أو يقوم بالمقاييس الفنية، ويختلف عن الوعظ السخيف الذي يمكن أن تسمعه من بعض الناس الذين لا موهبة لهم في هذا السياق. فما قولك في كلمة الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم من أن الأدب يقاس بكونه أدب رديء أو أدب جيد هنا وليس بكونه أدب إسلامي أو أدب غير إسلامي؟ أنا يعني أشاطر الدكتور عبد اللطيف في جزء من هذا القول. القضية الفنية تسقط هذا الأمر، لكن القضية الإسلامية وخاصة في الفترة التي تستباح فيها الأمة من كافة التيارات ومن كافة القوى، لأنها أمة مهزومة تستباح بكافة الوسائل، فمن حقي أن أنبه الناس إلى أن هذا كتيار له أبعاد وله جذور، ويجب أن نقف أمامه وقفة جادة، وخاصة لدى الناشئة ولدى الشباب، لأن الشباب يقلد من هو أسبق منه. ولذلك تجد الآن الساحة الأدبية فظيعة مما تقدمه من أدب رديء، سواء في القصة القصيرة أو في الرواية أو فيما يسمى شعر النافذ. لا لغة، لا صياغة، لا بناء، لا مضمون، وده أخطر. عندما تسمع أن الأولاد يقولون لك لا يوجد وطن، لا توجد أمة، لا يوجد هم قومي، لا يوجد دين، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، ما أملك إلا جسدي فقط. معنى ما ملكيته لجسده فقط أنه إنسان ترك المجتمع وهرب منه. بالإضافة إلى القضايا الفنية التي أشاطر فيها الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم موقفه منها، إذن لابد من وقفة أيضا موضوعية مع الوقفة الفنية، وهذان لا يتعارضان. وبالمناسبة طبعا ما كتبته في مجال الورد والهالوك كان ماذا تعني كلمة؟ نحن نعرف الورد، فما هو الهالوك؟ الهالوك بوصفي فلاحا الهالوك هو نبات ينمو على نبات آخر ويتغذى عليه، يعني لو انتهى هذا النبات الآخر يموت.
هو نبات متسلق يتسلق ويصعد 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 وفجأة يسقط بعد أن يجف وبعد لأن جذوره غير راسخة في الأرض ويعرفه الفلاحون أمثالي. إذن هنا الورد هو ما نمثل به لشعراء الأصالة الشعراء الموهوبون زي مثل أخينا الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم وآخرين. والحقيقة الدكتور عبد اللطيف يستحق دراسة في أدبه وفي شعره لأنه شاعر ممتاز وشاعر جيد، ولكن يبدو في غمرة الحديث عن شعراء السبعينيات أن بعض الناس قدموه بصورة مغايرة لمن يضعونهم على قمة الكرسي الشعري إذا صح التعبير، لكن عبد اللطيف أحسن منهم بالتأكيد وشعره يستحق. سموه الحفيد النقيض في بصورة ساخرة أو بصورة يعني فيها نوع من تقليل من كذا، لكن هو الرجل أفضل وأحسن وأقوى منهم فنيا وموضوعيا وحرصا على الأصالة وحرصا على أدبنا العربي القديم والحديث والإبداع الجيد في كل الأحوال. أنت لك موقف حاد من شعراء السبعينات هؤلاء. نعم طبعاً. الذين تتحدث عنهم الآن بشكل عام. نعم. هم وضعت عنهم كتبا. أنا وضعت كتاب الوردي والهلوك عن شعراء السبعينيات وكتبت دراسات أخرى عن بعضهم، لكن قدمت الفريقين، قدمت نماذج من هؤلاء الورد، لأن الورد لا يتكلم عنه أحد، لأن الساحة الثقافية كما تعلم وأنت خبير في هذا السياق لا تظهر إلا هؤلاء الهلوك وتتغافل عن هؤلاء الأصلاء لأسباب يطول شرحها ولا أريد الخوض فيها الآن. فتكلمت عن شعراء الورد وأيضا تكلمت عن شعراء الهلوك من منظور فني، من حيث قصيدة الناس ومن حيث أنت أيضا صاحب موقف حاد من قصيدة النسر. وطبعا قصيدة النسر لا كيف يكون قصيدة وكيف تكون نسرا؟ قصيدة سميت قصيدة لوجود موسيقى، ولا يوجد شيء بدون. اسمح لي فقط يعني برضو أجيب إلى، أنا مع الدكتور عبد الحليم في قضية الأدب المقارن، لابد أن من يعمل بالأدب المقارن يجيد لغة على الأقل ليقرأ في هذه اللغة الأجنبية ويطالع فيها النصوص المشابهة أو النصوص التي هي موضوع المقارنة مع أدبنا العربي. وأعتقد أنني لم أتكلم في الأدب المقارن من قبل، ولكني أوافق الدكتور عبد اللطيف على موقفه. أما قضية الحداثة، ليأذن لي ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور في أن أناقش قضيتين هما قضية الحداثة وقضية الفن وتجارة الغرائز بعد هذا الفاصل القصير، ولكني قبل هذا الفاصل أرجو أن تأذن لي فأن أقرأ عليك هذا الفاكس الذي وصلني من رجل اسمه الدكتور محمد عبد الله من بريطانيا. الدكتور محمد عبد الله من بريطانيا يقول: أفضل تحية للأستاذ الكبير الدكتور حلم القاعود، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عن المسلمين خير الجزاء. شكرا لك. نرجو عرض قائمة بمؤلفاتك والمكتبات التي تعرض هذه المؤلفات، كما نرجو أن تحدثنا عن المجلات أو الجرائد التي تنشر لك، وجزاك الله خيرا. أخوكم الدكتور محمد عبد الله من بريطانيا. ها هو ذا قارئ جديد لك يا سيدي، يبدو أنه قد تعرف عليك من هذا البرنامج، فنرجو أن تستقبله خير الاستقبال، وأرجو من مشاهدي الكرام أن يبقوا معنا هذه اللحظات إلى أن نعود إليكم في الفقرة القادمة والأخيرة من برنامج مواجهات مع ضيفنا الكريم الدكتور حلم القاعود. هل نستطيع القول إن مرحلة الثورة الإيرانية انتهت بقدوم رفسنجاني الذي بدأت إيران معه مرحلة الدولة، أم أن خاتمي هو رائد مرحلة الدولة؟ وهل صحيح أن الثورة الإيرانية بعد 20 عاما قد سلمت زمامها الآن إلى غير أبنائها؟
وفي قراءة للعهد الجديد لخاتمي، كيف سيخرج بإيران من أزمتها الداخلية والخارجية، وإلى أي حد سيصل الأمر بينه وبين التيار التقليدي داخل المجتمع والبرلمان، وأين نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما. من جانب العلاقات مع الدول العربية، ما هو سر فتح صفحة جديدة ومن بوابة السعودية بالتحديد، وما هي القواسم المشتركة والاختلاف مع الدول العربية الأخرى كمسألة الجزر والنفط مثلا؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الدكتور عبد القادر طاش على محاوريه في الحلقة القادمة من مدارات الأحداث بعنوان إيران والعرب بين الجفوة والانفتاح. مدارات الأحداث يأتيكم مساء الخميس في الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت غرينتش، فكونوا معنا. فتاوى على الهواء، أبرز علماء الإسلام يجيبون عن أسئلة المشاهدين واستفساراتهم على الهواء مباشرة. فتاوى على الهواء، تفاعل مع مشكلات العصر برؤية دينية ثاقبة. الهدف معرفة شؤون الدين عن علم ويقين. فتاوى على الهواء تشاهدونه في الأوقات التالية. مرة ثانية سيداتي وسادتي في هذه المواجهة مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حلم القاعود. كنت سيدي تتحدث عن الفقرة الأخيرة من المداخلة التي قال بها الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم. هل هناك ما تضيفه إليها؟ أو أنني أريد، لدي الكثير الكثير من القضايا التي تشغلك وتشغلنا معك، ولعل أهم قضية تشغلنا الآن فيما قرأته لك هو حملتك الأخيرة على الأزهر الشريف، ذلك أنك دخلت في سجال طويل مع شيخ الأزهر، وأنا لا أتصور كيف يمكن أن تهاجم مؤسسة عريقة، مؤسسة تعليمية ودينية عريقة مثل الأزهر. ألم يكن الأولى أن تتجه بقوتك في هذه المعركة إلى خصوم الإسلام وأعدائه، بدلا من أن تتجه بها إلى الأزهر وشيخه الكريم؟ ماذا تقول؟ أولا اسمح لي أن أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أشكر الدكتور محمد عبد الله الذي أرسل إلينا فاكسا من بريطانيا، وإن شاء الله تعالى أستطيع أن أرسل له بعض مؤلفاتي لو أرسل عنوانه إلى البرنامج إن شاء الله. وأشكره طبعا على مشاعره الفياضة. وأيضا قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول أن على تعقيبا على ما قاله الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم حول الحداثة، الحداثة لا تحارب من جهة الفن أيضا وحده، لا تحارب من جهة الفن وحده، لأن الحداثة ليست فنا فقط، وإنما هي فكر وهي رؤية وهي نظرية. ولذلك أنا أتكلم عن الحداثة بالمفهوم الغربي الذي يرى أنها تعني الانقطاع عن الماضي، ومن هنا فأنا أتكلم عن الحداثة بهذا المفهوم. وقد قلت في كتاب لي عن الحداثة إنها مصطلح مراوغ، ومن ثم فأنا أشكر الدكتور عبد اللطيف وأؤيده في هذا، وأعتقد أن كتبي التي ذكرها كان للحديث فيها عن الفن دور أكبر بكثير من الكلام عن الفكر أو عن الموضوع، وقد خصصت للفكر كتبا بأكملها. بأشكر الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، وأتمنى له المزيد من التوفيق بوصفه دارسا وناقدا وقبل ذلك وبعده مبدعا وشاعرا أصيلا في هذا الزمان الصعب. أما ما تفضلت به من قضية الأزهر، أريد أن أقول أولا إن الأزهر ليس مؤسسة دينية، الإسلام لا توجد فيه مؤسسة دينية بالمفهوم الغربي، الإسلام فيه مؤسسة علمية
أو تعليمية. وهذا ينبع من أن الإسلام لا يقدس أشخاصا، وإن كان يطلب من الجميع أن يوقروا العلماء حق قدرهم لأنهم ورثة الأنبياء. وبالنسبة للأزهر فالحقيقة أن قضية الأزهر قضية خطيرة جدا، أو ما يحدث له هو الخطير، بمعنى أن الأزهر تلقى أولى ضرباته القاتلة في عام 61 عندما صدر القانون 103 لسنة 61 على أساس أن يكون هناك تحديث للأزهر الشريف. هذا التحديث يعتمد على تخريج الطبيب المتدين، الصيدلي المتدين، المهندس المتدين، البيطري المتدين إلى آخره. وهذا كلام من الناحية النظرية كلام طيب وكلام جميل للغاية. وفي المقابل الأزهر مهمته الأصلية أو الأساسية هي تخريج عالم الدين المتخصص، وليس رجل الدين برضو، لأنه ليس في الإسلام رجال دين. هناك عالم بالدين، علماء دين، علماء دين، لكي لا تنسحب القداسة على أحد، ولكي لا تنسحب العصمة على أحد. فالقداسة كما قلت في بداية البرنامج لله وحده، والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نجد أن هذا القانون لم يحقق المطلوب. لماذا؟ لأنه أثقل كاهل الطالب الأزهري بعلوم التعليم العام بالإضافة إلى التعليم المدني، التعليم الإسلامي، التعليم الإسلامي أو العلوم الإسلامية والعربية. فبدأ الناس يفرون من الأزهر، أو بدأ الطلاب يفرون من الأزهر لأنه حمل ثقيل لا يستطيعه الطالب. فبدأ الأزهر يستجدي طلابا، فأدخل طلابا لا يحفظون القرآن، وكان هذا هو الحصاد المر والمؤلم. وافترض أن الطالب سيحفظ القرآن على مدى سنوات الدراسة، فتحول القرآن الكريم الذي هو أساس الدراسة سواء شرعيا أو لغويا إلى شيء على الورق فقط لا وجود له في عقول وقلب الطالب، وقلب عقول وقلوب الطلاب. ومن هنا بدأ مستوى الأزهر يتدهور، فصار الخطباء يخطئون في القرآن الكريم وهم على المنابر، وصار المدرسون الأزهريون لا يحسنون تدريس اللغة ولا تدريس العقيدة ولا تدريس الشريعة. وأيضا صار الطالب الذي يتخرج طبيبا ومهندسا وبيطريا وزراعيا وإلى آخره أقل من مستوى زميله المدني الذي درس في التعليم العام الذي يتبع وزارة التعليم. إذن الأزهر هنا وصل إلى مستوى متدني جدا في الناحية العلمية، ولم يكتفي بعض الناس بهذا، بل دخلوا إلى مجالات أخرى أفسدت الأزهر، وقوانين أخرى جعلت اختصار العلوم الإسلامية والعربية هدفها الأساسي دون أن يقتربوا من العلوم المدنية ليخففوا عن الطالب. فصار الطالب الأزهري لا فرق بينه تقريبا وبين الطالب الذي في التعليم العام. وأنت تعلم أن الطالب الذي في التعليم العام ليس لديه شيء من التعليم الإسلامي، وليس لديه شيء من التعليم اللغوي العربي. إذن الأزهر في محنة وفي ضياع كبير. ولذلك أنا استنجدت بالرئيس مبارك وخاطبته عندما افتتح الأزهر المسجد الجامع، جامع الأزهر بعد ترميمه، وقلت له يا سيادة الرئيس لقد اهتممت في الأزهر البناء وسوف يثيبك الله عليه، ولكن الأزهر الموضوع في خطأ،
القوم لم يعجبهم ذلك في الأزهر الشريف، واتهموا من يدافعون عن الأزهر وعن مهمته ووظيفته الأصلية وعن القرآن الذي يكاد لا يوجد في الأزهر، وعن التعليم الأزهري وخاصة في التعليم الابتدائي الذي كاد يجف تماما، لأن الفصول في المراحل التعليمية بعد أن أصدر فضيلة الإمام الأكبر قراره بأن لا يدخل التعليم الابتدائي إلا من بلغ 6 سنوات بالضبط ولا يتجاوز 8 سنوات بالضبط، هنا 8 سنوات بالضبط، هنا بدأ الأزهر لا يجد طلابا ولا أطفالا يدخلون في التعليم الابتدائي، تجد الفصل كبيرا ولا يوجد فيه إلا 6 طلاب ولا 5 طلاب. لماذا؟ لأن القرارات الإدارية التي صدرت جففت ينابيع الأزهر وجففت ينابيع التعليم الأزهري. يبقى التجفيف هنا تجفيف مادي وتجفيف معنوي. نحن نريد أن يعود الأزهر إلى طبيعته وإلى تخصصه الأصلي، أن يخرج لنا علماء دين وعلماء لغة وأدب، هذه مهمة الأزهر. أما الناحية المادية، ناحية التعليم المدني، الهندسة والطب والزراعة والتجارة، هذا الكلام كله لتكن له جامعة مستقلة ليطلق عليها الجامعة الإسلامية للعلوم للتكنولوجيا مثلا، أو للعلوم الأكاديمية. لكن لا، نريد أن يظل الأزهر، لأن الأزهر يمثل عقل العالم الإسلامي. الأزهر ليس شيئا هينا، لا يخص إدارة الأزهر وحدها ولا يخص مصر وحدها ولا العرب وحدها، وإنما يخص الأمة الإسلامية كلها. ومن هنا يجب إعادة الأزهر إلى مكانته، ولا يعود الأزهر إلى مكانته إلا بتشجيع حفظ القرآن الكريم، وأن يدخل الطالب المرحلة الإعدادية حافظا للقرآن الكريم، ولا يدرس إلا المواد التي كانت تدرس في الماضي، وهي المواد الشرعية والمواد اللغوية والأدبية. ومن هنا يستعيد الأزهر مكانته، ويجب أن يشجع الطلاب على ذلك، فلتعد لهم الجراية التي كانت تعطى قديما في صورة نقود سائلة. كان الأزهر في الماضي يمنح طلابه جراية اللي هي وجبة 3 وجبات في اليوم، أرغفة وفول وكذا، ثم استبدلها بنقدية مادية. الآن هذه تقريبا لم يعد لها وجود، فلتعد، لأننا نريد عالم دين وعالم لغة وعالم أدب نستطيع أن نقدمه للناس في شتى أنحاء العالم. وأنت تعلم أن الأزهر اليوم، تدهور الأزهر أثر على أشياء كثيرة، حتى الغناء في مصر. لماذا؟ لأنه لا يوجد لدينا قارئ قرآن كريم جيد مثل الرعيل الأول الذين تخرجوا في الأزهر، أو الذين درسوا في عهد الاهتمام بالقرآن الكريم في الأزهر الشريف. تبقى نقطة طبعا زيارة الحاخام أو زيارة اليهود للأزهر الشريف. من حق شيخ الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر أن يقابله بصفته الشخصية إذا أراد، لكن أن يقابله في قلب الجامع الأزهر وفي قلب إدارة الأزهر وبصفته شيخا للأزهر، فهذا أمر صعب وخطب جلل، لأن الأزهر يمثل الرأي والفتوى والتوجه لدى الأمة الإسلامية كلها، بما فيهم الشيعة الذين يختلفون مع الأزهر السنة. لماذا؟ لأن الأزهر كيان ورمز تاريخي عمره أكثر من 1000 سنة، يؤثر في حياة المسلمين. ولا أدري لمصلحة من نتنازل عن هذه المكانة، لمصلحة من نتنازل عن مكانة الأزهر ومكانة علماء الأزهر في أرجاء العالم الإسلامي. أقول لك أن العالم الإسلامي ينظر إلى مصر وإلى رئيس مصر بوصفه رئيسا للأزهر، والبعض هناك يجعل له الأولوية على رئيسه، لأن رئيس الأزهر يسبق أي رئيس آخر. فلا أدري لصالح من يمتهن الأزهر بهذه الوسيلة، ثم يكون الرد على اعتراضات المعترضين والمنتقدين لهذه السياسة بألفاظ لا تليق ببعض مسؤولي
الأزهر حين يشتمون المعارضين بألفاظ لا تليق ولا تجوز أن تصدر عن عالم أزهري له قيمته وله كيان. الواقع يا سيدي أنني ناقشت هذه القضية باستفاضة مع أمين عام جبهة علماء الأزهر الدكتور يحيى إسماعيل، لقد استضفته في هذا البرنامج وعرض لهذه القضية عرضا وافيا، وأنا أثني عليك في هذا العرض لأننا جميعا بقلوبنا وعقولنا مع الأزهر الشريف الذي وصفته بأنه عقل هذه الأمة، ولعل أضيف إليك بأنه قلبه أيضا. أرجو أن أتلقى معك الآن هذا الاتصال الهاتفي من المشاهد الكريم علي عمار من ألمانيا، تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نشكر الأخ الدكتور على المهاجمة الظريفة اللي هاجمها بالنسبة للأزهر، ولعلنا نشكرك نحن ولكن أيضا، ولكن احنا عندنا لازم يكون مواجهة تكون أحسن من المواجهة دي بالنسبة للأفلام الهابطة. تفضل. بالنسبة للإذاعات اللي هي الهابطة تكون أحسن من اللي احنا نهاجم الأزهر الشريف اللي هو بيعتبر المنبر لجميع العلماء في العالم وجميع المسلمين، اللي هو بيعتبر القبلة الثانية بالنسبة للعلم. واحنا يعني نتمنى ان هو يهاجم البرامج الهابطة احسن من هاجم اللي هي الازهر وشيخ الازهر والكلام ده، نهاجم الفنانين والفنانات اللي هم بينزلوا سمعة مصر هابطة في الارض. اشكر المشاهد الكريم الاستاذ علي عمار من المانيا على غيرته على الإسلام والمسلمين وعلى غيرته على الأزهر الشريف. والواقع أن هذا المشاهد الكريم قد أثار قضية طريفة بقدر ما هي جميلة أيضا، فهو يرى أن من حق الدكتور الضيف الكريم أن يهاجم الفن الهابط ويهاجم كل ما يسيء لسمعة الفن والفنانين في مصر، وهذا أولى به من أن يهاجم صرحا تعليميا مثل الأزهر الشريف. أريد أن أقول هنا يا سيدي أن لك كتابا بعنوان أهل الفن وتجارة الغرائز. الدكتور حلم القاعود يخوض معركة ضارية منذ سنوات طويلة ضد ما يسميه هو بتجارة الغرائز، ويرى أن أغلب الفن الذي نقدمه الآن هو من هذا النوع، ولهذا أصدر كتابا يوصف بأنه هجائية علمية للفن المعاصر. ومع هذا يدهشني في نفس الوقت أنك قلت يا دكتور في أحد المرات، وقد قرأت هذا ولا أذكر أين، لقد قلت أنت بالحرف اللهم انصر الإسلام بعاد الإمام. وأنا لا أتصور أن يقول رجل مثلك مثل هذا الكلام. هل قلت هذا بالضبط أولا؟ نعم، وأنا أريد الأول يعني أرد على الأخ علي عمار من ألمانيا وأقول له أنا لا أهاجم الأزهر، ولكن أهاجم سياسة تكاد تودي بالأزهر وتقلل من مكانته، لأني أريد أن أرفع من مكانته وأحرص على أن يظل كيانه شامخا وعاليا. أما قضية الفن فأنا أقول لأخي الأستاذ محمد بركات، أيوة هذا فعلا أنا قلته وأيضا لا أذكر أي، لكن المسألة أنا أرى أن عادل إمام فنان له قبول وفنان له حضور لدى المشاهدين، وقد أسفت لبعض ما قدمه من أعمال في الفترة الأخيرة لم يكن فيها على مستوى الدور المطلوب منه، وقد فصلت ذلك في بعض المقالات. قلت اللهم انصر الإسلام بعادل إمام، لأن عادل إمام له تأثير كبير للغاية. ما رأيك لو قام عادل إمام بدور يقدم لنا فيه المسلم الصالح من وجهة نظره؟ ماذا لو قام عادل إمام بدور تاريخي
يكشف عن أمجاد الإسلام والمسلمين ويبث الحمية في نفوس الشباب الذي صار يقبل على الأفلام الهابطة وعلى الأفلام الأمريكاني التي تكرس العنف وتكرس الشر وتكرس الجنس وتكرس الهروب من الحياة أو تكرس القوة الغشوم التي لا يوقفها إلا قوة غشوم مثلها. ماذا لو قدم لنا صورة للمسلم الذي تتحقق فيه الأخلاق والصفات الطيبة وينتج ويبدع ويعمل ويتحرك من أجل إصلاح المجتمع؟ عادل إمام يقدر على هذا ويستطيع أن يفعل هذا، وسيكون تأثيره كبيرا جدا عن بعض الفنانين الآخرين. ولذلك أنا كتبت من أيام أو من أسبوعين ثلاثة مقالة بعنوان فتح القدس فيلم للممثل عادل إمام، تمنيت فيها أن يقوم بعمل فيلم عن فتح القدس أو فتح مصر أو يقوم بفيلم في هذا السياق يكشف ويضيء سماحة الإسلام وعزة الإسلام بدلا من تصوير الإسلام في صورة شاذة وغير ملائمة للعصر وصورة دموية وصورة ليست على المستوى المطلوب. هل تأذن لي يا سيدي أن نستقبل مرة أخرى صديقك المشاهد الكريم الأستاذ علي عمار من ألمانيا، لأنه يريد أن يرد عليك في بعض ما قلته من إجابة على سؤاله الأول؟ تفضل يا أخ علي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم يا دكتور، ما تأخذناش احنا تعودنا على الصراحة. تفضل قل. تفضل. لان احنا يعني عشنا فترة كبيرة هنا. نعم. بالنسبة لعادل امام. نعم. ان هو ربنا ينصره بالاسلام ما اظنش. ليه المتشائم ليه كده؟ ليه؟ لان انا هقول لحضرتك. اي اتفضل. هقول لحضرتك حاجة، انا مش ضد عادل امام. وانا ايضا لست ضده. اتفضل يا اخي. الو. يبدو ان الاتصال الهاتفي قد قطع، ولكن هذا المشاهد الكريم فيما يبدو. نعم. كان يريد ان يقول شيئا مما اريد ان اقوله. فيبدو يا سيدي انك بعيد الى حد ما عن الوسط الفني، وقد يبدو كتابك عن الفن وتجارة الغرائز اقرب الى الصدق والواقع من مقولتك التي اطلقتها على الفنان الكبير عادل امام. فكل انسان ميسر لما خلق له، وقد قدم الفنان عادل امام عبر اكثر من 30 سنة 110 فيلما حتى الان. هذه 100 فيلم وعشرة تصب كلها في مجرى واحد، ومن المستحيل بعد هذه السن وبعد هذه التجربة الطويلة أن يخرج من جلده ليقدم هذا الحلم الجميل الذي تريد أن تقدمه لك. ولكني أستأذنك أولا قبل أن نستطرد في هذه النقطة، أولا أشكر أخي الكريم مشاهدي الفاضل الدكتور محمد عبد الله الذي أرسل يطلب مؤلفاتك كاملة من إنجلترا. إن شاء الله. هو ذا قد أرسل عنوانه بالتفصيل إليك واسمه بالكامل الدكتور محمد عبد الله سالم، فأرجو أن تستجيب له إن شاء الله. وهذا فاكس رابع مرسل إليك من أخوكم إبراهيم رفعت من مجلة الدعوة. أهلاً بالرياض بالمملكة العربية السعودية. رفعت إبراهيم رفعت، أستاذ إبراهيم رفعت صديق حميم وعزيز. يقول وغالي. بسم الله الرحمن الرحيم، سعادة الأستاذ محمد بركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم جهودكم المبذولة في إنجاح هذا البرنامج الطيب المفيد على جميع الأصعدة، كما أحيي البطل الشجاع الأخ الفاضل. لا بطل ولا حاجة. سعادة الدكتور حلمي القاعود. وأقول له متى نجد للأدب الإسلامي دورا فعالا ومؤثرا في خدمة قضايا الأمة الإسلامية التي تكالبت عليها الأمم. نعم. نرجو الإجابة الشافية، وكيف نضيق الخناق على الحداثيين حتى لا تعلو أصواتهم. أرجو أن تدع جانبا يعني نقطة الأدب الإسلامي، كما أرجو أن نرجئ الحديث عن الحداثيين إلى وقت آخر، لأن وقت البرنامج فيما يبدو يا سيدي قد انتهى. لدي الكثير الكثير من الأسئلة والقضايا التي كنت أريد أن أطرحها عليك، ولكن ليس بيدي الوقت الذي أطرح فيه هذه الأسئلة.
وبعد سيداتي سادتي، فهذا هو الدكتور حلم محمد القاعود، فلاح مصري من محافظة البحيرة، متواضع وبسيط وفيه كل أدب وحياء الفلاح المصري، ولكنه عنيد في الحق، دؤوب ويملك إرادة من حديد. عرفته منذ سنوات طويلة، وكان يدهشني بجرأته غير المحدودة وهو يكتب في الاعتصام وفي الدعوة وفي غير هذه وتلك من صحف المعارضة. إنه رجل محسوب على التيار الإسلامي، ولكنه لم يوصم أبداً بشيء مما يتهم به غلاة الإسلاميين، فهو موضوعي وإن بدا عنيفاً، وهو علمي النظرة والتفكير وإن بدا كاتباً صحفياً. وما يدهشني في هذا الرجل الموسوعي هو غزارة إنتاجه إلى حد لا يصدق، فهو يكتب في الإسلاميات، ويكتب في الأدب والنقد، ويكتب في الدراسات الإعلامية، ويكتب في الإبداع قصصاً وروايات، وهو بعد هذا لا يترك قضية تهم الإسلام والمسلمين دون أن يقول فيها رأياً. فهذا هو الدكتور حلم محمد القاعود، المقاتل على ثغر من ثغور الإسلام، وهو يرفع كلمات الله نصب عينيه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سيداتي وسادتي، أشكركم أجمل الشكر، وأشكر ضيفي الكريم على هذه المواجهة، وأرجو أن يغفر لي المشاهدون الكرام بعض أخطائي في هذه الحلقة، وأرجو أن ألتقي بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.